To unlink an audio clip from a video clip. عندما نقوم بفصل ان كليب صوتي من كليب فيديو عن بعضهم البعض. Place the cursor on the clip and click. نضع المؤشر على الكليب ونقوم بالكليك عليه. To select the clip. من اجل اختيار الكليب. Then on the keyboard. ثم على الكيبورد. Press command. نضغط على command. And then the English letter L. والحرف الإنجليزي L. You will see the underline disappear. سترى بأن الخط الذي يربط هذا الصوت والكليب الفيديو يختفي. Now with your pointer tool selected. والآن نأخذ المؤشر إلى لائحة الأدوات. You can click on the audio. نقوم بالكليك على الأوديو. And على press الصوت. And press delete. ونضغط delete. وهكذا نقوم بالحذف.